أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها مسندات المشهد السعودي والخليجي في برنامج من الرياض. التحالف العربي وتنمية المجتمع اليمني. وفي السعودية إطلاق برنامج جودة الحياة. من الرياض مع حمد المحمود. في الشأن اليمني، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استغرابها للتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق. وأكدت الخارجية الإماراتية أن بيان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات ضمن التحالف العربي. وأضافت الخارجية الإماراتية أن الإمارات تقوم بدور متوازن في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية ومساعدة أهالي الجزيرة. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي معي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري، وأيضا رئيس مركز المدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية سيد وليد الأبار. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد وليد، أولا هذا البيان الذي صدرت وزارة الخارجية الإماراتية واستنكرت فيه واستغربت لي البيان الذي صدر من رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر الذي تناول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن بشكل يخالف الواقع والمنطق. مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. جميل أن يأتي هذا البيان، وإن تأخر كثيرا كان يفترض على أن يصدر بيان من الخارجية الإماراتية أثناء حينما قدم نائب رئيس الوزراء استقالته من الحكومة وتبعه أحد الوزراء أيضا احتجاجا على بعض الأدوار التي تم الاحتجاج عليها في المناطق أو المحافظات الجنوبية. تأخر أو بمعنى كانت الاستجابة متأخرة. ما حصل طبعا أكيد هناك ما يقوم به الجهود الإماراتية في التحالف العربي كانت كبيرة، ويشكر عليها الإخوة في الإمارات والتحالف العربي، قدم تضحيات كبيرة في اليمن كذلك الشرعية، ولكن هناك أيضا بعض الالتباسات. هذه الالتباسات يجب على قادة التحالف العربي بما فيهم قادة الشرعية الجلوس وإعادة النظر في هذه الملابسات، والذي جزء منها فيما يتعلق بجزيرة سقطرى، من يدير المناطق المحررة؟ هذا أصبح خلاف جوهري وأصبح ضمن المزاج الشعبي الداخلي لليمن بشكل أو بآخر. وبالتالي نأمل على أن يستطيع سواء قادة الشرعية، قادة الأخوة في الإمارات، قادة المملكة العربية السعودية الجلوس وإعادة النظر في هذه التفاصيل وإيجاد حلول، والتركيز أيضا على إكمال دورة التحالف العربي، والأهمية الجزء المركزي من أهمية من وجود التحالف العربي هو هزيمة الحوثيين وإعادة السلطة الشرعية اليمن. وبالتالي لا تزال جهود التحالف والشرعية تسير في هذا النسق. خلال 3 سنوات إلى اليوم لا يزال الحوثيين لم يهزموا، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى العسكري. ربما إذا سقطت الحديدة أو تم استعادتها من قبل الجيش الوطني خلال الفترة الأخيرة، ربما يعني ربما اختلف معكم، هزموا في مناطق كثيرة الآن وحجم دورهم ومكانهم سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا. لا. الخارطة اليمنية التي كان يسيطر عليها اليمنيين في اليوم الأول من عصف الحزم مختلفة تماما عن هذا التاريخ الآن. الوضع مختلف تماما بشكل كامل. متى ما انتهى الحوثي انتهى دور التحالف في ذلك الوقت، وانتهى طلب الحكومة الشرعية اليمنية من الدعم للتحالف العربي. ولكن دكتور حمدان، حينما يقحم موضوع السيادة في مثل هذا الخطاب من بن دغر، كان بالإمكان أن يتم إبداء الملاحظات أيا كانت الطريقة، هم أحرار في ذلك، ولكن إقحام موضوع السيادة في مثل هذا الموضوع، ألا ترى بأنه لربما محاولة كسب التعاطف من قبل المواطن اليمني الذي هو بالأساس الآن محتقن بشكل كبير على الحكومة اليمنية بسبب تأخره عن تنفيذ الكثير من الوعود؟ نعم، بداية تحيتي لك أستاذ حمد ولضيفكم الأستاذ وليد والمشاهدي قناة سكاي نيوز العربية. الحديث في هذا الموضوع، يعني نعرف دور الإمارات العربية ودور المملكة العربية السعودية قبلها في إعادة الشرعية والعمل الكبير الذي يقومان به. طبعا التحالف العربي يقوم بجهد كبير، لولا وجوده طبعا لكان وضع اليمن يكون في وضع سيء، وما كان حتى ليتحدث عن بعض المناطق المحررة، لأنه كان الحوثي يسيطر تقريبا على أكثر
المناطق الموجودة اليوم، بل وحتى الشرعية لم تكن لتطأ قدماها أرض اليمن لولا المساعدات التي قدمت. لا شك أنه قد يكون أو ينظر بعض الداخل اليمني أو هناك أحزاب لها مآرب أخرى أو من يريد أن يضعضع من توازنات اليوم الموجودة والتي تساند الشعب اليمني يقول، والشرعية في العودة إليه يريد أن يضعضع ذلك ويريد أن يتصيد. هذه دعني أسميها بعض الأحيان يكون هناك اجتهادات، يكون هناك أعمال استراتيجية قد لا يحاط الجميع بها علما، يكون هناك أعمال لمساعدة وتأمين مناطق حيوية، وهذه من الأهمية بمكان حتى لا تترك لمن يملأ هذا الفراغ. قد لا يعني يكون هناك وقت لإبلاغ الجميع في وقت واحد أو التنسيق، لكن الهدف واضح والعمل واضح. وأركز أقول نركز، يجب التركيز، أهم التركيز على محاربة الحوثي، على إعادة الأمن لليمن. يعني أنا قلتها مرارا، فليكن ما يكون، لو خير الشعب اليمني لا سمح الله أقول باحتلال عربي أو باحتلال إيراني، ماذا سيقبل؟ من الأخير ستعرف. يعني أنا لا أتحدث عن احتلال سمح الله، لكن أقول يجب أن تبعد تفكيرك في أبعد وأصعب الظروف. اليوم هناك مناطق إن لم تشغلها ستشغلها إيران وميليشياتها، لابد من العمل سريعا. هناك الكثير من الحديث، لكن أنا أتوقع أنه هذا الحديث ليس وقته اليوم. يعني نحاول أن نخرج الحوثي، نهزم الحوثي. أنا أؤكد على ما ذكرت أستاذ حمد أنه في الواقع نتحدث عن الصماد وسطيد قبل أيام، ثاني رجل في الحوثي، نتحدث عن محاور صعدة على وشك إن شاء الله أن تسقط وتكون يعني في يد الشرعية. الكثير من الأمور تكون على هذه الأرض أو في الداخل اليمني، نرجو أن يكون كل التركيز ولا ننظر إلى يعني أي أحداث جانبية. لماذا إذا أريد بهذا الخطاب من قبل الحكومة اليمنية أو من رئيس الوزراء اليمني؟ يعني كما ذكرت أنت، هو محاولة لمواجهة لتغطية على بعض الأعمال أو عجز إنجازاتها في الداخل اليمني، ومحاولة كسب رأي بعض الأصوات اليمنية. وأنا أتوقع أنه رأي غير حكيم. لماذا؟ لأنه في الواقع هو من يمده التحالف العربي، هو من يساعده، من يقدم له. أعتقد بمثل هذه الكلمات لن يخدم إعادة الشرعية ولن يخدم التقدم أكثر. شوف، يجب أن نفكر بصراحة. مشكلتي مع من؟ مع الحوثي. يجب أن أركز كل عملي على الحوثي حتى أستطيع بعد ذلك أن أقول ما أريد. لكن أمامي الآن حوثي يجب الخلاص منه، يجب الخلاص وهذا ما تضمنه الخطاب، ومن يقدم الابتعاد عن التشتيت والتشتيت جهود التحالف العربي، وكل ذلك يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية. ولكن سيد وليد، الآن هذه التناقضات في الخطاب رئيس الوزراء اليمني، هو افتتح مشاريع خلال الأيام الماضية بدعم كامل من ضمن الدعم اللي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يأتي بمثل هذا الخطاب وهذه التناقضات. يعود السؤال مرة أخرى، لماذا حينما يتم التقدم في المناطق الأخرى، هذا التقدم الذي الآن يحرز في المخا، تأتي مثل هذه الأحداث التي تفتعل بشكل مستقصد من قبل صحة تعبير الإخوان الدعم القطري لهذه الميليشيات؟ أولا، جزء رئيس في استراتيجية المعركة الذي يفترض أن يتم من خلالها استقطاب أكبر شرائح المجتمع اليمني هو تقديم نموذج إيجابي للإدارة الرشيدة في المناطق المحررة. من يستطيع أن يدير هذه المناطق بشكل أو بآخر هي الحكومة الشرعية، باعتبارها تحمل الصفة الدستورية بشكل أو بآخر. عدم تقديم نموذج جيد داخل هذه المناطق يؤدي بالمواطن إلى تزييف وعيه، خصوصا أو الشريحة التي لا تزال تقطن داخل المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا الانقلاب الإرهابية. وبالتالي هناك مثلا، لماذا لا يتم الاحتجاج على التواجد الإماراتي في مأرب؟ هنا سؤال مثلا. ولماذا يتم الاحتجاج على في سقطرى؟ هناك رمزية لسقطرى داخل الوعي المجتمع اليمني. سقطرى بالنسبة لليمن كالكعبة بالنسبة للمسلمين مثلا، في لديها قدسية في الوجدان اليمني. وبالتالي يفترض على أنه التعامل مع هذه المنطقة بشكل أو بآخر أن يتم بوعي عالي وحساس جدا. هذه منطقة تقع في المحيط الهندي، لا تحتاج إلى وجود عسكري متواجد فيها، ولا تحتاج ولا تستطيع الميليشيات أن تصل إليها، ولا هي
معرضة للأخطار. لا يوجد منفذ واحد فقط إلى هذا العالم حتى 6 أشهر من خلال البحث لا تستطيع أي سفينة الإبحار إلى سقطرها فقط عن طريق الجو. وبالتالي هناك مخاوف حقيقية. هذه الجزيرة دائما عرضة سواء من قبل الأمريكيين خلال السنوات 30 سنة الماضية، من قبل الصينيين، من قبل الروس في محاولة بناء قاعدة عسكرية. وبالتالي هناك قلق حقيقي داخل المجتمع اليمني فيما يتعلق في هذه الجزيرة. وبالتالي على الإخوة في التحالف والإخوة الإماراتيين أن يقدروا هذه المشاعر، وبالتالي يجب التعامل بحكمة في هذا، يجب أيضا تسليمها للسلطة المحلية، وأيضا الجلوس على طاولة معينة وتركيز الجهود. سقطرة سيد وليد يعني مثل أي منطقة أخرى تتواجد فيها هذه القوات من قبل التحالف العربي. وأيضا اليوم البيان صدر قبل قليل من خارجية الإماراتية تحدثت بأنه لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منها، لم تحدد سقطرة، ولكن كل هذه الأعمال التي تقوم بها دولة الإمارات حددت أو نصت في هذا البيان بأنها لا توجد لها مطامع، بل وتستغرب مثل تلك الادعاءات من قبل رئيس الوزراء اليمني السيد أحمد بن داغر. ولكن يبقى السؤال، لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا وكان هناك حوادث كثيرة مشابهة، لماذا حينما يتم التقدم في جبهات قتالية رئيسية يتم افتعال مثل هذه المشكلات؟ طبعا الحكومة الشرعية والدكتور أحمد بحسب معرفتي به الشخصية واحد من أكثر الأشخاص طبعا حضر رسالة الدكتوراه في الإمامة، وبالتالي هو واحد من أكثر الأشخاص صرامة في مواجهة الحوثيين. ما حدث في سقطرة هو لا يدخل ضمن المناكفة الفيسبوكية ولا يدخل ضمن الحسابات الإيديولوجية فيما يتعلق مثلا بالتجاذب القطري العربي أو إلى آخره. قبل قليل تتحدث بأنه عدم تقديم نموذج يدير هذه المناطق وهذه المناطق المحررة يعطي انطباع سيء لدى المواطنين. مسؤولية من لما يتم تعيين أشخاص غير أكفاء؟ ليست مسؤولية الحكومة اليمنية بلا شك، ولكن يجب أيضا أن تتحمل مسؤولية الحكومة في إدارة المناطق بإدارة الجزيرة بشكل أو بآخر وإدارة المناطق المحررة. هذا سيعطي انطباع للمجتمع بأن هذا أفضل، لأنه هناك تجارب لتحالفات سابقة، مثلا الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية والبريطانيين وقفوا إلى جانب الفرنسيين في مواجهتهم القوات النازية، ولكن في الأخير كانت دائما الحكومة الفرنسية متواجدة في المقدمة. لابد ونحن نواجه الحوثيين أن تكون الحكومة الشرعية في المقدمة بلا شك، وأيضا ويجب أن يكون هناك تنسيق عالي جدا ما بين الشرعية وما بين التحالف العربي كدول ذات سيادة. بلا شك بلا شك، ما نقول هناك هناك بعض الإشكاليات التي يجب الآن أن يجلس القادة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإيجاد نموذج أكثر فاعلية في مواجهة الحوثيين وفي آلية التنسيق المشتركة بحيث لا ضر ولا ضرار، بحيث أن يكون هناك نوع من الندية داخل دول التحالف. نحن دول وأشقاء، والعلاقة بيننا وبين الأخوة في الإمارات علاقة وطيدة جدا وكبيرة جدا، ونأمل على أن يتم تجاوز هذه الإشكاليات بنوع من الحكمة ونوع من فيما يصب في مصلحة الهدف الرئيسي للتحالف العربي بالضبط الذي هو الهدف المركزي أو طلب من قبل الحكومة الشرعية اليمنية. وأيضا ما ذكرته خارج الإماراتية بأن دورها أو ما تقوم به داخل اليمن في العديد من المحافظات يأتي دعم لأمن اليمن واستقراره وأيضا مساعدة الشرعية. نختم هذه النقطة دكتور حمدان بأن الخارجية الإماراتية شددت في بيانها على التحذير من اختلاق مشاكل وتوترات غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين ومن يدعم هذه الميليشيات الحوثية سواء من قطر أو إيران. لا شك من الأهمية بمكان، لكن اسمح لي في إعطاء مثال سريع. يعني أتوقع لو قدم التحالف العربي أو قدر له أن يقدم خدماته للمناطق أو البلدان التي تحتلها إيران أو لها تواجد في العراق، لبنان أو سوريا، لا أعتقد أنه مثل هذه البلدان سترى أن وجود أي دولة من أن تكون تملى هذا فراغ استراتيجي سيكون نوع من الضغط أو من الاحتلال أو سيزعجها، بالعكس سترحب به. لماذا؟ لأنه ترى هي تطرد إيران من هذا المكان ولا تسمح لإيران بالتواجد في هذا المكان. وقد سمعنا الكثير من الأخوان بالعراق وغيره في الدول يعني يقول يجب الوقوف مع المملكة العربية السعودية مع التحالف العربي مع وعدم النظر إلى مثل هذه الأمور البسيطة التي تبعد النظر عن العدو الأساسي وهو إيران، والكثير نسمعه. لذلك التركيز وبكل أقول الآن المعركة لن نقول فقط من أجل تحرير اليمن، نحن نريد تحرير كل الإقليم، ليس فقط المعركة مع يعني
هي يعني معركة عربية إيرانية، فننظر لها ببعد أكبر من ذلك، ليست فقط نقول يعني مكان في اليمن أو حتى فقط اليمن، هو أكبر من اليمن بل على مستوى العالم العربي. معركتنا عربية إيرانية اليوم لابد من النظر بنظرة استراتيجية بعيدة كبيرة شاملة، وليست فقط بجزئية معينة حتى يعني تصرف الأنظار أو يعني تدق سفين وخلاف يعني لا يسمح بالذهاب أو إنهاء وإكمال المشوار حتى تحرير كامل اليمن، وأيضا مساعدة باقي البلدان العربية. يجب أن نفكر في ذلك وبهذه الطريقة. نعم نعم، سنتحدث بشكل أكبر ربما عن الحقائق أيضا الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والغذائية في اليمن وما تقوم به أو ما يقوم به التحالف العربي، ولكن نستأذنكم السادة المشاهدين بفاصل قصير ونعود لكم الحوار.